صباح الخير، إن شاء الله طيبين وسالمين في أحسن حال. كل مشاهدينا في كل مكان، كل من يصلوا بثنا بث قناة الشروق، صباح الشروق اليوم. نتمنى نكون موفقين فيما نقدم لكم من خلال هذه الحلقة والفقرات اللي اخترناها لكم والضيفين اللي حيكونوا معي خلال هذه الحلقة، وحي الناس في كل مكان. قلت الريموت نبدأ مشوارنا مع بعض في صباح الشروق، وأنا مباشرة عشان ندي الحوار أكبر فترة ممكنة في هذه الحلقة لأهمية الموضوع. خلونا نرحب بضيفي الأول في أول فقرات صباح الشروق، الأستاذ محي الدين شجر، ومدير تحرير صحيفة الصيحة والمشرف العام للموقع الإلكتروني لصحيفة الصيحة. صباح الخير عليك. صباح النور ومرحبا بكم في صباح الشروق، واتمنى انه يعني نقدم اضافه للبرنامج. نعم، وموضوع طبعا وانا ما ادري اقول مثير للجدل، لكن له فتره طويله جدا الناس بتداولوه وبتناقشوا فيه لاهميته ولخطورته في نفس الوقت، اللي هو الصحافه الالكترونيه. وقبل ما نخش لمضابط الحوار الاساسيه، خلينا نعرف صحافه الكترونيه. يعني الناس فاهمين فيسبوك، ناس فاهمين واتساب، ناس فاهمين تويتر، شنو يعني الصحافة الإلكترونية؟ طيب أقدر أقول يعني إنه الصحافة هي الصحافة، يعني الصحافة هي مهنة عندها أسس وعندها شروط وعندها أركان. قد تكون صحافة القوالب تختلف، يعني صحافة ورقية أو صحافة في وسائل الاتصال الحديثة، هي ما يسمى بالصحافة الإلكترونية، ولكن الأسس واحدة في الصحافة. ولكن ما ينشر حاليا في كثير من الوسائط، مثلا الواتساب او الفيس او التويتر كذا، انا لا اعتقد انها هي صحافه بقدر ما هي منشورات لا تخضع لشروط الصحافه، وفي غالبها يعني تفتقد الى المصداقيه، لانه ما يميز الصحافه انها عندها شروط، عندها مصدر معتمد، وعندها يعني تستند الى حقيقه معينه. رغم انه مرات بتلقى في المستوى الاسافير بشكل عام بتلقى المعلومه وبتلقى الخبر وبتلقى التحليل. والله اذا 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 في خبر استند الى مصدر صحيح وانطبقت على شروط الصحافه، يمكن ان تسمى صحافه، يعني يمكن ان نقول عليه خبر يعني. نعم. او ممكن نقول ده تقرير، او ممكن نقول ده حوار، او ممكن يسمى يعني بمسمياته الصحيحه. ولكن في الغالب هي يعني واحد بيكون قاعد في بيته متكي وراقد ينشر له اي ماده، يعني اي كلام يعني. ممكن ينتقد شخص او يهاجم شخص او يشتم حتى شخص يعني. اعتقد انها هي صحافه يعني. طيب ممكن نقول اذا جاز لي التعبير يعني الصحافه الكلاسيكيه ماشيه لزوال؟ في السودان حتى الان يمكن ان تستمر بعض الوقت في السودان يعني. للظروف الظروف الاتصال ذاته في السودان الان اصبحت متدهوره جدا. نعم. الصحافه الورقيه لا زالت هي تتميز بالمصداقيه، ده ما يخليها انها هي ممكن تستمر اكثر واكثر. حتى الان لم تستطيع الصحافه الالكترونيه ان تنافس الصحافه الورقيه من حيث مصداقيتها. نعم. يعني ده بخلاها تديها يعني فتره اكثر انها تستمر وكذا، بالرغم انه الصحافه الورقيه في العالم يمكن اندثرت. في دول معظم الصحف الورقيه توقفت عن الصدور. نعم. ولجا الناس الى الصحافه الالكترونيه، ولكن وفق شروط الصحافه الورقيه. مش شروط الصحافه نفسها يعني. نعم. بس تحولت لانها بقت الكترونيه. يعني تغير الغالب الى 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 الكتروني. هل الصحفيين بشكل عام في السودان مستشعرين هذا الخطر او مستشعرين باهميه الصحافه الالكترونيه؟ والله يعني يمكن الصحفيين مستشعرين، يعني يمكن الصحافه الورقيه لا تستوعب اكثر من 10% من حجم الصحفيين في السودان. نعم. يعني معظم الصحفيين الان تحولوا الى الصحافه الالكترونيه، و ده يمكن بيخلوهم انه هم فعلا استشعروا انه الصحافه الورقيه لها زوال. يعني انشئت عشرات المواقع الالكترونيه الان في السودان. صحيح. يمكن مئات. يمكن. نعم. مئات المواقع الالكترونيه في السودان. واصبحت تنتشر، بالرغم انه يعني المواقع الالكترونيه ايضا يعني تعاني من مشكلات كبيره يعني. احيانا في اتهام بانه الصحافه الورقيه تعتمد احيانا
على الصحافة الإلكترونية وما ينشر في الأسافير بشكل عام وتلقاه بكرة خبر في الجريدة يعني. والله أنا أعتقد إنه العكس، إنه المواقع الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية هي التي تعتمد على الصحافة الورقية. يعني لو تتبعنا المواقع الإلكترونية بنجد إنه معظم أخبارها هي منقولة من الصحافة الورقية، لأن الصحافة الورقية بتخدم الخبر وبتخدم الحوار وبيكون في شغل مهني حقيقي ينشر في الصحافة الورقية. ثاني يوم المواقع الإلكترونية هي التي يعني بهجمة شرسة جدا على ما ينشر في الصحافة الورقية وتنشرها في المواقع الإلكترونية. يعني يمكن هي بتجد حظها من النشر والقراءة أكثر في المواقع الإلكترونية أكثر منها في الصحف الورقية التي أصبحت يعني انتشارها ضعيف نتيجة لأسباب كثيرة جدا، ويعني اقتناء الصحافة ذاته أصبح مكلف بالنسبة للسودانيين. الواقع أنه أصبحت هي مرتفعة، سعرها مرتفع ويعني ما بتصل. يعني أنا بقول دائما أنه الصحافة الورقية لا تصل إلى أكثر من 5% من عدد السكان السودانيين. يعني مشاكل كبيرة في التوزيع، مشاكل في الطباعة، مشاكل كثيرة تعاني منها الصحافة الورقية. ممكن نقول اي زول عنده موبايل هو صحفي؟ في كلام بيتقال زي ده باعتبار انه انت عندك قدره تصور، عندك قدره تكتب على الصوره وتبثها، يعني هل نعتبر ده صحفي؟ والله شوف، في الصحافه انا دائما بقول الصحافه هي موهبه. نعم. يعني اذا هنالك شخص عنده الموهبه في انه هو يعرف انه ده ممكن يكون خبر، نعم، ويعرف انه يصور ويعرف انه هو ينشر الخبر وفق الاسس الصحيحه، ممكن أكون صحفي. يعني أنا دائما بقول لتلاميذ الإعلام يعني إنه الصحافة دي موهبة زيها وزي الكورة وزيها زي الغناء وزيها زي المواهب الأخرى. ولكن إذا في ناس الآن هم بينشروا بيصوروا وبينشروا أي كلام يعني ما بيكون وفق الأسس الصحيحة يعني. نعم. فلازم نفرق بين من يملك الموهبة ومن من لا يملك يعني. نعم. لكن برضو نحن لا ننكر إنه في أوقات الصحافة الإلكترونية كانت مهمة جدا في نقل بعض الأحداث، يعني باعتبار إنه زي ما قلت أنت ظروف الجرائد ذاتها عشان يكون عندك محررين بالكم الكافي إنه يصلوا محل الخبر ويصلوا محل الحدث. فيها مشكلة مرات، مشكلة ترحيل، مشكلة ما في كادر، فبكون في زول قاعد في موقع الحدث ده ممكن يتم الاستفادة منه يعني. طبعا هي دي يعني ميزات الصحافة الإلكترونية، إن أنت يعني بتنقلك للخبر في لحظته يعني، بالصورة بخبر يعني. يعني دائما بقول إنه الصحافة الورقية الإلكترونية في تقديري أنا إنها هي ما شرط تلتزم بالأسس بتاعت الصحافة الورقية، لكن ممكن تنقل الحدث، حادث وفاء، حادث حركة. نعم. في لحظته وتوصلوا لأكبر كمية من الناس في ثواني يعني. نعم. بكل العالم. صحيح. ما زال معي الأستاذ محي الدين شجر، مدير تحرير صحيفة الصيحة، ولسه نحن في نتكلم عن الصحافة الورقية عشان بعد ذلك ننتقل ثاني للصحافة الإلكترونية والخبر وما أدراك ما الخبر. يعني مثلا في زول يقول لك يا أخي أنا الخبر ده البقراه أسه هو خبر أمس، يعني ما ده ما خبر الليل، انا ما بكون عارفه وعندي عنه معلومه يعني كافيه جدا، فهل في داعي انه ثاني بكره انا القاه؟ فكيف ممكن تواكب الصحافه هذا الموضوع يعني؟ يعني يفترض انه الصحافه الورقيه فعلا انها هي تحاول تنشر ما بعد الخبر يعني. يعني الخبر ده العالم كله سمع به، وبالتالي كونك تنشر نفس الخبر ثاني يوم بيكون غير مجدي. فيفترض يكون في تحليل الخبر. نعم. يكون في قراءة للخبر. ممكن تعمل في الخبر، ممكن تعمل حوله استطلاعات. ده من جانب، لكن دائما الصحافة الورقية هي قاعد تصل لأشخاص بعيدين من الصحافة الإلكترونية. يعني يمكن الآن من يقرأ الصحافة الورقية هم يمكن كبار السن. نعم. المعاشيين صحيح. فبالتالي بالنسبة لهم يعتبر خبر جديد. فالناس لازم توازن ما بين الـ 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 الشباب اللي عايز معلومه ما بعد الخبر وبين كبار السن وكده. نعم. وانا اعتقد ايضا انه يمكن الصحافه الورقيه بعيده جدا من الشباب. نعم. يعني الشباب لا يقرؤون الصحف يعني. انا ممكن لم اجد شابا واحدا يقرا. نعم.
صحف او يشتري صحيفه من المكتبه كما كان يحدث في السابق يعني. يعني قديما يمكن لانه كانت الصحيفه الورقيه هي المصدر الوحيد للاخبار. صحيح. الناس كلها بتشتريها وكذا، لكن الان معظم الشباب بيستقوا اخبارهم من الوسائط الحديثه. هي المساله دايره توازن يعني. صحيح صحيح. زمان في ناس بيقول لك يا اخي انا كميش شميت ريحه الورق ده. ايوه. ما بينفع الا اشوف ريحه الجريده ذاتها يعني. أيوة. الان بيقول لك ان الصحيفه انت بتقرا الجريده وتكون مستلقي او قاعد في كرسي وكذا وتقراها بعد الغداء بمزاج. عندها طقوس طبعا خاصه، عندها طقوس خاصه. صحيح صحيح. بالاضافه للصحف الرياضيه يعني برضو عندها وقع على الجمهور الرياضي بشكل عام يعني. يعني الصحافه الرياضيه يمكن الان هي منتشره يمكن اكثر من الصحافه السياسيه، لانه يمكن الشخص بيحضر الكوره في الاستاد. نعم. وبيجي ثاني يوم بيشتري الجريده. صحيح. بيجي يشوف كل شافه يعني. نعم. بيجي بيشتري جريده ويشوف والله يا اخي الكوره حصل فيها كذا والمريض غلب. نفس الكلام اللي قلناه قبل شويه، تحليل ما بعد الحدث، تحليل. نعم. ما بعد المباراه. اي انه حصل شنو التصريحات اللي حصلت. كنت عم بلعب اذا قالوا شنو على الكوره وكذا. نعم. الصحافه الورقيه في السودان يعني لسه يعني. نعم. بكير يعني ممكن تستمر يعني. نعم. انتشرت اذاعات الاف ام بشكل مرعب يعني في الفتره الاخيره. ما اعرف هل ممكن تتوظف بشكل افضل من الحاصله به الان في رايك؟ والله يا اخي انا بشوف انه الاذاعه عندها يعني عندها فرصه انها تستمر. نعم. خاصه في الريف. يعني الريف السوداني. نعم. لكن انا معتقد انه الاذاعه في العواصم او في المدن ممكن تنجح يعني. نعم. هذا في تقديري. اذاعه الاف ام اللي هي الموجه القصيره دي بالتحديد. الموجه القصيره يعني. يعني ممكن هي ذاته قامت كذا زيها وزي انك دار تفتح بقاله، ده يفتح بقاله. نعم. ده فتح له صيدليه، تفتح صيدليه. صحيح. يعني قامت بنفس الفهم. صحيح. لانها هي يمكن انشاء سهل جدا. نعم. مقارنه بالقنوات الفضائيه والهبل جو. نعم. لكن برضه دار مشهود ودار الناس تبتكر محتوى جديد وتحاول تجتهد في انها هي تقدر تحظى بالانتشار يعني. والفتره الجايه يعني او مش الفتره الجايه، هو فعليا هسه حاصل يعني انه اغلب الاف امز او اغلب اذاعات الاف ام بقت تتحول لصوره وصوت، اللي هو الاستوديو الناس بتكون قاعده بقيت تشوف اذاعه مرئيه يعني. اسيا اغلب الاذاعات متجهه لانه تكون قاعده في السوشيال ميديا صوره وصوت يعني، واللي تبقى التلفزيون مصغر في اليوتيوب يعني. قاصد في اليوتيوب تحديدا يعني اصبحت او في موقع اي اذاعه يعني اصبحت قناه يعني. يعني هي تحولت من اذاعه الى قناه يعني. بالضبط. بصور في الفيسبوك برضو عندها انتشار وبعدين لايف، الشغل كله مباشر. صوره وصوت اصبحت هي تحولت من اذاعه الى قنوات. نعم. يوتيوب. والعالم ايضا تحول برضو الى قنوات اليوتيوب. صحيح. حققت نجاحات كبيره يعني. صحيح. وزي ما قلت اغلب الناس هسه بيتجهوا لليوتيوب وتقديم المحتوى يعني، رغم انه ما كل المحتوى بنقدر نقول عليه محتوى يعني. نعم. وطبعا تعرف انت يعني قناه اليوتيوب الصوره بالذات الصوره الفيديو اكثر مصداقيه. نعم. الناس بتلجا لليوتيوب ليه؟ لانه انت بتشوف الحاجه قدامك. يعني ما بتقراها ولا بتسمعها، لكن بتشوفها وبعد ذلك انت بتحكم عليها يعني. نعم. ما بتحتاج الى توضيح اكثر. فالمستقبل لقنوات اليوتيوب بصوره اكبر، يمكن اكبر من القنوات الفضائيه نفسها يعني. نعم. نيجي للاعلان، طبعا ده مربط الفرس لاستمرار اي صحيفه او لاستمرار اي مؤسسه اعلاميه يعني، اللي بتعتمد بشكل مباشر او غير مباشر على الاعلان اللي بيجيها يعني. صحيح. يعني يمكن الصحف الورقيه تعتمد على الاعلام بنسبه كبيره جدا. في صحف قفلت بالمناسبه. طبعا في. نعم. صحف كثيره توقفت على الصدور. ولكن الصحف المستمره الان هي معتمده على الاعلان، ما معتمده على التوزيع. نعم. ما في توزيع يعني، يمكن حتى المطبوع قل جدا يعني. يمكن في السودان الان في 9 صحف سياسيه، لكن المطبوع لا يتجاوز 80,000. نعم. او 70,000 كل المطبوع. نعم. يعني في السابق كانت صحيفه واحده يمكن تطبع 100,000 120,000. نعم. الان كل المطبوع للصحف دي لا يتجاوز 80,000 نسخه يعني في اليوم. بالتالي ما في توزيع، ما في عائد من البيع، تعتمد على الاعلان، والاعلان طبعا يتحكم ويصبح هو المتحكم في الصحف يعني بصوره غير مباشره. صحيح. وفي موضوع الاعلان ده يعني ممكن نقدر نقول اذا انا معلن عندك في صحيفتك بالضروره ما عندك سكه تنتقدني على الاطلاق يعني.
لانه دافع لك قروش في النهايه. والله طبعا ملاك الصحف في النهايه هم دارين الربح. بالضبط. يعني الصحيفه انت اسستها دار منها الربح، وبالتالي اذا كان ده بيجيب لك اعلان خلاص بتجي بتوجيهات في انه لا يمكن ان تنتقد، يعني ده لكن هذا يخالف المهنيه الصحفيه. بالضبط. طبعا صحيح صحيح، بيبقى ده كلام ما مهني، لكن ما في المعادله دي ممكن تصرفوا معها كيف الناس؟ والله هو حتى الشركات اللي كانت في السابق بتفرض شروطها، يعني زمان كان شركات الاتصالات بتحدد سعر الاعلان هي. نعم. انا بدكم الاعلان ده بكذا، طيب وانت تقبل. حتى الان للظروف الاقتصاديه السيئه حتى الان قلت الاعلانات بتاعت الصحف الاتصال، يعني شركات الاتصالات في الصحف، يعني زمان كان سوداني زين ام تي ان كان اعلاناته مكثفه. صحيح. كان في كذا كان بيفرضوا سعر ما ممكن تنتقدهم. كان الصحف تستجيب لانها هي قلت لك في النهايه دايره المكسب، يعني بالضبط. لا تضحي هي ممكن ان تضحي بالغاري ولكن لا تضحي بالمعلن. بالضبط، لانه هسه في كلام بيتقال بانه بعض القنوات الفضائيه تحديدا اعتبرنا انها جزء من الصحافه بشكل عام، الاعلان هو المتحكم فيها، يعني بغض النظر عن محتوى الاعلان ذاته وشكله. صحيح. لانه اولا التكلفة العالية للقنوات الفضائية. صحيح. تكلفة عالية تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة جدا لأجور، ويعني قيمة القمر الشهري، وهذه مسائل ضخمة جدا. نعم. وفي المقابل الإعلان ذاته ضعيف. فبالتالي إذا كان في جهة بتعليلك باستمرار وتفرض شروطها لا عليك إلا أن تستجيب، يعني تخضع. ما في طريقة. أستاذنا محي الدين شكرا لك يا أخي. انا بسم. شاكر لك جدا بانك كنت معنا الليله في صباح الشروق على كل هذه المعلومات الضافيه فيما يخص الصحافه الالكترونيه، والموضوع طبعا اكبر من انه نتكلم فيه في 45 دقيقه او نصف ساعه، يعني لانه العالم كله هسه بيتكلم عن موت الجريده وموت الكتاب وموت ما هو مطبوع وموت ما هو مقروء تحديدا على مستوى الورق، الناس ماشيه للالكتروني. اشكرك للمره الثانيه يا رب. انا اشكركم على هذه السانحه، واتمنى نكون قدمنا حاجه يعني للمشاهد الكريم. تسلم تسلم. كل الناس في كل مكان موجودين معكم في صباح الشروق، نمشي الكنترول ونعود. يا رمال حلتنا زولت كم يعسك يا حليل.
الليلة يبقي دموع زايل نادي ما بسرك حويلو الليلة يبقي دموع زايل نادي ما بسرك حويلو شروق. ما زلنا متواصلين معاكم. فنان الشاب الجميل تبع 18 نجوم الغد رامي عمر هو هيكون معانا زين هذه الحلقة. أنا سعيد له جدا كشاب مجتهد في مشروع الغنائي. رامي أول شيء صباح الخير عليك. صباح النور محمد محمود وتحية لك. سعيد أكون معكم. تسلم يا رب. صباح تحية لكل مشاهد فضائيات الشروق. احنا قبل ما نخش في مضابط اي حوار نسمع عمل طوال. طيب بمناسبة الصباح نسمع اغنية من كلمات الدكتور احمد فرح شادو. بحييه من هنا من الحانة ليه والتحية سليمان برضو بحييه. كامنة عجائب الدنيا. حصرياً على دمعة فرح للأغاني السودانية.
الحسن البغاز الروح يا محور مدار الكون يا الحسن البغاز الروح يا محور مدار الكون ارتاح روحي واتنفس على هذا بطريف مفتون واشتاق للشجا واتشهى وعدا قطع احلى عيون مهما انا وانت معانا مهما معانا والكائن مصيره يكون يا الحسن البغاز الروح يا محور مدار الكون ارتاح روحي واتنفس على هذا بطريف مفتون واشتاق للشجا واتشهى وعدا قطع احلى عيون ما همانا وانت معانا ما همانا وانت معانا والكائن مصيره يكون وساهر ليلي كل ظنون راجي هواك وترجى وساهر ليلي كل ظنون قلبي جي من عيونك زين سعادة الدنيا ولا شجون وحتى إذا زتني رموشة رضيا لا بطلا ألاقي سهاما لا صبرا بلاها بكون
بطلا نلاقي سهاما لا صبرا بلاها بكون يا تمنت عجيب الدنيا تمنت عجيب الدنيا تمنت عجيب الدنيا ألا كان ولا حيكون. شكرا يا رامية تسلم خليك الله يديك العافية يا رب الله يسلمك وشكرا أستاذنا شادول تحية لي ويا على الكلام السمح نجوم الغد 2000 لا مش دفعة 18 نعم صحيح؟ ايوه اللي حصل شنو في الفرقة دي يعني الكلام ده اليوم ما لا يقل عن 8 سنين 9 سنين ايوه او ما يزيد الفترة دي رامي بيعمل في شنو كان؟ والله في البداية بعد البرنامج يعني التحقت لكم برنامج من برامج المواسم رمضان في كم برنامج انضميت له منهم رحيق الورد احمد المك منهم مطر الالوان كان في قناه برمان نعم دي الفتره اللي بعد بعد البرنامج بعد ذاك بديت اعمل غنى خاص كويس ممتاز اتذكر عملت اول 3 اغنيات للشاعر مصطفى ود المامور تحيه لي ويعني تحيه لي والله وطبعا دول صديق الشباب كله جدا والله طبعا جدا طبعا فدي كانت اول تجربه يعني خاصه منه اغنيه حنقدمها الليله والله يا ريت يا ريت انا سالت السؤال ده بس لحاجه واحده في ناس اختفوا من نجوم الغد ما شفناهم فعلا ما اعرف هل هو الحلم الكبير كان انه بس انا اصر في نجوم الغد وبعد ذاك ما في حاجه ولا والله يا اخي هو البرنامج طبعا بيقدم لك فرصه كويسه الناس يعرفوك وتعرفوا على صوتك بيقدم بطريقه كويسه للناس نعم بعد ذاك بعد البرنامج انت ثاني انت واجتهادك انت واجتهادك بالضبط فالموضوع صعب يعني كونك تنتج براك غنى خاص نعم ما في شركات انتاج ما في حاجات دي كونك تنتج غنى خاص يعني صعبه شويه صحيح لو انتجت حتنتج كل فتره وعارفين الحال يعني نسمع شنو ثاني؟ طيب نسمع اغنيه ان شاء الله خاص برضه خاص حلو كل غنى خاص تمام حنسمع للشاعر التشادي نور الدين طه تحيه له من هنا اسمع سهر الليالي كلمات نور الدين طه والحان المليح يعقوب يقول له صباح هنغني ونجي نتناقش في موضوع شاعر من تشادي يعني تمام كمل معاك سهر الليالي لقيت حقيقة ما إجباري شفت منك ما سر بالي شفت منك ما سر بالي خليني بس بس في حالي خليني بس بس في حالي يوم كنا سوا أنا الطبيب وإنت الدواء أنسى يوم كنا سوا أنا الطبيب وإنت الدواء قلبي من ظلمك روى نيران فوق وجو جوا ما حصل غلطت فيك قدمت كل حياتي لك أنا ما حصل غلطت فيك قدمت كل حياتي لك خديت قلبي بين يديك ضيعت كل أمالي فيك كمل معاك الليالي أشفت منك ما سر بالي
قريت حقيقة ما إجباري، قريت حقيقة ما إجباري، خليني بس بس في حالي، خليني بس بس في حالي. شن فايدتك تجي تتباكى وللأصحاب كمان تتشاكى؟ من فايدتك تجي تتباكى وللأصحاب كمان تتشاكى؟ وما تجري انت وراي كفاكى، درب الريد معاك اتاكى. والريدة ما حنجددها، الفرحة شيلت والسدى، دي الريدة ما حنجددها، الفرحة شيلت والسدى. بنساك ومني مؤكدة، مشاعري كيف بتنكدها؟ معاك سهر الليالي، شفت منك ما سر بالي، قريت حقيقة ما إجباري، قريت حقيقة ما إجباري، خليني بس بس في حالي، خليني بس في حالي. سلام يا رامي. انت متأكد الشاعر ده شادي؟ شادي من شاد؟ لأنه الكلام ده الكلام ده موقل موقل في في دارجتنا في دارجتنا. أنا افتكرته من مدني والله صراحة. أول ما قلت لي من شاد يعني. من شاد والله. دي تجربة ذاتها فريدة من نوعها إنه تتغنى لشاعر. والله صح. أنا يعني قبل ما أتعرف عليه عرفني به الملك يعقوب وأداني أو طرح لي عدد من الأعمال له يعني. ألحان منه هي؟ ألحان الملك الأغنية دي. الملحن. أي فبعد ذاك تواصلت معه لما قال لي تشادي يعني وقفت شوي. صحيح ايوه بالضبط. فارسل لي يعني شكل النصوص وكذا لقيتها فعلا زي ما قلت شاعر من مدني يعني بالضبط. ايوه الكلام اللغه اللهجه مفرده ويعني اللونيه ذاتها مختلفه ما لونيه معينه يعني. نعم نعم بكتب في كذا لون من من من, من الشعر. ف والله له التحيه من من التحيه له والله يا استاذ نور الدين طه. و بين ان شاء الله عمل جاي في الايام الجايه برضه بلونيه ثانيه مختلفه. ممتاز. وهو ده شغل الفنون يعني عرفت انها تقرب بين الناس تنوع. يعني تنوع صحيح تنوع الثقافات وتنوع ليه الافكار. انا طبعا متكيف جدا يا رامي بصراحه انك طلعت من قارب ابو داود ده. ايوه لانه بداياتك كانت ابو داود طبعا. صحيح. انت معجب بالحاجه دي جدا. حتى مشاركتك في نجوم الغد كانت بابو داود كانت لكن يعني جزء كبير ابو داود كان حتتنمط. كان الناس حيحطوك في قلب داود زي فنانين كتار ما حقدر اطلع منه. بالضبط ايوه صعب الحياة طبعا كثير يعني. معناه اجتهدت جدا الفتره اللي فاتت. والله اجتهدت في انك تعمل رامي. ايوه اجتهدت خالص بديت ابعد. ايوه يعني زمان في الفتره اللي بعد البرنامج دائما في كل محفل او في كل حته امشي لها بيطلبوا مني ابو داود. ما هو الناس بيسجنوا بعد. بالضبط صحيح. فانت يا تتسجن في الحته دي وما حتكون فت نفسك انت كرامي بحاجة صحيح يا تحاول تطلع منها. لانه ابو داود ده واحد اصلا. اي زول هو واحد. انا ما لقينا ابو داود ذاته. اي زول هو واحد يعني زي ما هو عمل ابو داود عمل ابو داود صحيح. نفسه طبعا. انت كمان اعمل نفسك يعني صحيح. اعمل حقك اعمل طريقتك اعمل اداك اعمل يعني حاجاتك. بل بالعكس يعني الفترة اللي جيتوا فيها انتوا ما زي الفترة اللي جا فيها ابو داود يعني انتوا هسه متاح عليكم الميديا متاح بشكل كبير جدا الامور كلها في صالحكم يعني عشان الزول يصنع نفسه ويصنع الليلة يعني انت براك ممكن تعمل اغنيتك وتعمل حاجة وترفعها بتلفونك بموبايلك ده صحيح بكواليتي عالي كمان بعالي جدا. نسمع ثاني. طيب نسمع حاجة ثانية لدكتور شادول. تمام. شغلاك الاماني الحان الاستاذ ابو عسيس سليمان. ممتاز. We'll be right back.
شغلة كلاماني شغلاني المعاني شغلة كلاماني وشغلاني المعاني بين مدك وجزرك بين مدك وجزرك يا مغلوب تعاني عشتك قصة ناجرة وساهي وما عليك كيف وحياة ودادنا نريد عليك وعشتك قصة ناجرة ساهي وما عليك كيف وحياة برهم مرة حرصك ووفي بما يليك برهم مرة حرصك ووفي بما يليك وأنا في الريدة تومك بصدق ووفي ليك شغلك الأماني بين مدك وجزرك يا عشتك قصة نادرة ساهي وما عليك كيف وحياة ودادنا أنا الريد عليك برهم مرة حرصك ووفي بما يليك برهم مرة حرصك ووفي بما يليك بين مدك وجزرك يا مقلوب تعاني زمن ولي أيام نطيبة أمالنا العريضة ودنيانا الرطيبة وكنت كنوز زمننا زمننا ولي أيام نطيبة أمالنا العريضة نمسي بيك نصابك سيد روحنا وطبيبة غاب عن طرف طيفك أخ إن شاء الله طيبة شغلك الأماني الأماني المعاني شغلك الأماني وشغلاني المعاني
العريضة دنيانا الرطيبة نمسي وبيك مصابح سيد روحنا وطبيبة نمسي وبيك مصابح سيد روحنا وطبيبة ربع انطر في طيفة يا اخي ان شاء الله العافية يا رامي. الله يخليك حبيبي. انت من الفنانين البراح بس هو فنانين براح يعني وفقدنا اللون ده بصراحة وماشيين نفقده. السؤال المباشر ده مطلوب في الحفلات اللي نعلقونا ده البراح ده؟ والله يا لا ما اكيد لا طبعا ده بأسرع العداد بالمناسبة طبعا طبعا لكن ما بقول لك السوق داير كده. والله السوق داير كده بمعنى إيغاعي أنا شايفه ما بمعنى يعني ما بمعنى الكلمات والمستوى مثلا الدني في نعم. في المفردة السوق داير الخفة وداير فعلا أنا ماشي لأي مناسبة ما ماشي عشان أقعد كده ماشي عشان أتحرك طيب أفرح طيب يعني طيب ما فأنا ممكن ممكن أقدم حاجة خفيفة بإيغاع خفيف مثلا بكلام أو مضمون كويس يعني أو ما في داعي للفنان يجي بتاع الأورغن ده أو كونغا ننتهي من الجوطة دي يعني تركب لنا فراسنا هي جوطة فعلا هي جوطة يعني في حفلات جوطة صراحة صحيح صحيح هاي. أنا كثير برضو أنت كفنان قادر إنك يعني أنت اللي بتسوق المستمع لك ما هو اللي بيسوقك فإذا هو ساقك معناه أنت خلاص معناه عندك أنت في أي حاجة أنت معناه عندك رأي في كلمة إنه السوق دار كده عندك فيها رأي إنه والله أنا عندي فيها رأي بمعنى قلت لك إنه أنا ممكن أقدم الحاجة الخفيفة لكن المضمون بشكل المفردة يكون حاجة تليق بشكل الغنية اللي احنا عرفناها ان احنا عملنا الحقيبة ونحن عملنا يعني غنى والغنى الخفيف عندنا بالمناسبة عندنا خفيف القديم فيه أيوة يعني أيوة غنى محترم وخفيف وراقص مفردة محترمة وراغية جدا وراقصة في نفس الوقت مشروعك يا رامي لأنه قال لي الزمن انتهى مشروعك الجاي والله مشروعي مركز على مركز على غناي الخاص نعم الفترة دي ولقدام طبعا دائما بحاول ابحث عن 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 عن, عن حاجات مختلفة في الحياة في الطرح اللي انا بقدمه انت ما مستعجل يا رامي والله يا اخي ما مستعجل ممتاز ما مستعجل ممتاز لانه انت ممكن تصل سريع لكن ممكن تتلاشى اذا ما حصلت شفناهم يوميا بنسمع فنان لكن بعد اسبوع ما نشوف بعد شهر انت ما بتلقى لا الفنان لا الاغنية صحيح دار صبر شديد الموضوع يعني في التأني السلامة لكن هي صعبة شوية صحيح لكن برضو الزول انت عندك مسؤوليات عندك دراسة وعندك شغلك الثاني يعني عندك مسؤوليات كثيرة والله فعلا انا قال لي الزمن انتهى ما عارف حنغني ثاني والله قالوا للأسف ممكن نسمع نسمع للأسف قالوا لي ما في طريقة لكن حال الغنية المفترض كان نغنيها دي حننزلها الليلة خلال اليوم طيب انا جوعة العسل كلمات دكتور محمد علي الصديق نعم هو الحان المليح يا ابو نوعد المشاهدين كلهم كمل زمن كان حنغنيها هسه لكن حننزلها خلال هذا اليوم شكرا يا رامي تسلم يا رب ونتلاقى ثاني وثالث ان شاء الله ونحن ندعم اي حاجه جاده اي فن بيشبه ده يعني تسلم التيم العامل كله يحييكم على حسن المتابعه لحد ما نتلاقى ان شاء الله يوم الاربعاء انا حاكون معكم خلوا بالكم من روحكم وابعدوا عن المشاكل السلام عليكم